الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا المقطع مخصص كي أشرح فيه خلاصة كتاب أعمل عليه الآن، يتطرق إلى نظرية بونهوفر أو بونهوفر في الحماقة، بونهوفر Theory of Stupidity. هذا الكتاب الذي لاقى رواجا كثيرا خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، لكنه الآن أعيد البحث فيه، وأنا أحد الباحثين الذين يبحثون في موضوع الحماقة التي تسيطر على كثير من المجتمعات في هذه الأيام، وبخاصة من الذين يمتلكون السلطة فيها. وعلى بركة الله نبدأ. أبدأ بهذا الرسم التوضيحي هنا بأن هذا هو المجتمع، وهذا الشخص الممسك بزمام الأمور في هذا المجتمع. إذن هذا المجتمع والدولة، لكن هذا الشخص يمسك بالمنشار ويقطع في ذلك الجزء من الشجرة، وهذا الجزء هو الذي يمثل المجتمع والدولة، يقطع في موقع خطير، بحيث أنه سيؤذي نفسه ويؤذي المجتمع والدولة، وربما يدمر نفسه ويدمر المجتمع والدولة. وأستعين برسم بياني على المستوى الديكارتي، يتكون من 4 أرباع، هذا الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. هذا الربع الأول يختص بالأشخاص الأذكياء. الأشخاص الأذكياء، هناك بين كل هؤلاء طبعا أذكياء أشخاص لا فائدة منهم، هنا أشخاص الحمقى، هنا العصابات ومجموعات الفساد، لكن هناك أشخاص غير مؤثرين في المجتمع والتالي لا نتحدث عنهم. أبدأ بالأشخاص الأذكياء. هؤلاء الأذكياء يؤدون فائدة لأنفسهم ويؤدون فائدة لغيرهم. بالمقابل هناك أشخاص لا فائدة منهم ولا يرجى منهم خيرا. بعد ذلك هناك أشخاص حمقى يلحقون الضرر بأنفسهم ويلحقون الأذى، هنا يلحقون الضرر بأنفسهم ويلحقون الأذى بغيرهم، وأخيرا العصابات ومجموعات الفساد التي لا تؤدي إلا إلى فائدة لأنفسها، يعني أنفسها، يعني أفراد هذه العصابة يؤدون الفائدة لأنفسهم فقط ولا يكترثون بما يحدث في المجتمع. من هنا أبدأ الآن بنظرية بونهوفر في الحماقة بعد هذا التمثيل، وسأعيده في آخر الحلقة إن شاء الله. يقول ديتريش بونهوفر بأن الأشخاص الأغبياء أو الحمقى يشكلون خطرا على الدولة والمجتمع أكثر مما يشكله الأشخاص الشريرون. يعزو بونهوفر السبب في ذلك بقوله بأنك تستطيع الاحتجاج على أو مقاومة الشر، لكنك تقف عاجزا عن مقاومة الغباء والأغبياء، لأن الأغبياء الذين يملكون السلطة يصمون آذانهم عن سماع الحق والمنطق الصحيح. والحذر، الحذر من الحمقى الذين يتسلمون زمام السلطة، وبخاصة أولئك الذين يمسكون بعناصر كثيرة من السلطة العلى وينتشرون في مفاصل الدولة والمجتمع. حدث ذلك خلال الحقبة المظلمة من تاريخ ألمانيا، حيث كانت عصابات الشباب المنحرفين تجوب الأسواق وترمي الحجارة على أبواب وشبابيك المحلات، تكسرها وتهين المارة من النساء والأطفال، وكانت الشرطة تتهاون معهم. بدأ بونهوفر بالحديث علانية ضد الشباب الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال المخربة للمجتمع، وضد السكوت على هذا الإجرام. صارع بونهوفر سنوات عديدة في محاولاته تغيير أذهان الناس في المجتمع وحثهم على مقاومة العبث والتخريب. وفي ذات مساء وصل بونهوفر إلى بيته، وإذ بأبيه يخبره بأن هناك رجلين ينتظرانه في غرفته ويريدان أن يأخذاه إلى السجن. في سجنه المظلم بدأ بونهوفر بالتفكير مليا في كيف وصلت بلاده، بلاد المفكرين والفلاسفة والشعراء، إلى كتلة من الجبناء والفاسدين والمجرمين. فوصل إلى نتيجة مفادها بأن جذور تلك الحالة المزرية لم يكن في الشر، ولكنه في الغباء والحمق الذي ميز الناس في تلك الحقبة.
ففي الوقت الذي يتمكن الناس من محاربة الشر حسب رأيه كان من المستحيل إقناعهم بأن الغباء هو مصدر كل ذلك الخراب، ولأن الناس بكل بساطة لا تريد أن تسمع أو تصغي للنصيحة الصحيحة. من وجهة نظر الأكثرية، الحقائق التي تدحض منطق الأغبياء ينبغي ألا نصدقها أو نصغي إليها، هكذا تقول الأكثرية، ولهذا السبب لا يسمعها أحد فترمى جانبا وتنسى، وبالتالي فإن الشخص الغبي الأحمق يشعر بالعظمة ويصبح أكثر عدوانية وخطورة على المجتمع والدولة. ولهذا السبب يجب توخي الحذر في التعامل مع الشخص الأحمق أكثر مما نتوخاه في التعامل مع الشخص الشرير. وحسب رأي بونهوفر، إذا أردنا أن نستفيد من الغباء لابد علينا أن أن نفهم طبيعة الغباء ذاته. فالغباء ليس خللا فكريا بل هو خلل أخلاقي، فهناك من البشر من هم أذكياء ومبدعون ولكنهم أغبياء، وهناك أشخاص مملون لكنهم ليسوا أغبياء، وأن الأغبياء هم من يختاروا هذه الحالة لأنفسهم بسبب الخلل الأخلاقي الذي يطرح في أنفسهم. فقد نجد أشخاصا من خلفيات نبيلة أو من يحملون شهادات علمية عليا من أرقى الجامعات العالمية بتخصصات راقية علميا واجتماعيا، لكنهم اختاروا بأن يكونوا أغبياء طمعا بالسلطة والاستتار بها نتيجة للخلل الأخلاقي الذي يعانون منه. يرى بونهوفر بأن الأشخاص الذين يعيشون في عزلة بعض الشيء يظهرون علامات الغباء بأقل حدة ممن يعيشون في مجموعات بشرية أكبر، ما يعني بأن الغباء هو حالة اجتماعية أكثر مما هو حالة نفسية. وبالتأكيد يقول بونهوفر، كلما ظهرت اندفاع قوية من السلطة عند بعض الأشخاص سواء كانت سياسية أو دينية، فإنها تصنع حالة من الغباء على نطاق واسع عند هؤلاء الأشخاص وفي المجتمع المحيط بهم. ومن الجهات المحيطة بهؤلاء الأشخاص السلطة التشريعية والسلطة القضائية وما شابه، وكأن السلطة تحتاج إلى كم كبير من الغباء كي تبقى متمسكة بزمام الأمور، ولهذا فهي على استعداد كي تصدر قوانين لا يعهدها المجتمع البشري ولم يعهدها من قبل. السيرورة هنا لا تتعلق بقدرة عقلية لإنسان ما، وأن هناك انهيارا في القدرة العقلية، بل يبدو بأن الأشخاص الأغبياء الذين يمسكون بزمام السلطة يشعرون بالنشوة العظيمة على ما حققوه في مجال كبح حرية الآخرين من المستويات المجتمعية أو الاجتماعية المجردة من القوة والسلطة. وفي ظل هذه الأجواء يشعر الأشخاص في المستويات الدنيا من سلم القوة والسلطة بأنهم من غير قيمة، وهكذا تتفكك المجتمعات. الملفت بحقيقة الشخص الأحمق بأنه يتميز دوما بعناده، ليس تمسكا بحق، بل لأنه ليس مستقلا عن القوالب الفكرية الجامدة والباطلة التي يتمسك بها. فهو كثيرا ما يردد مصطلح المصلحة العليا والمصلحة العامة والسلم الاجتماعي ومصلحة الوطن واستقراره، وبالتالي فهو عبارة عن آلة تنفيذية بغير عقل يستخدمها غيره كي ينفذ أهدافه الضارة للمجتمع أصلا. وقد يرتكب الأحمق أكبر الموبقات السياسية والاجتماعية من غير أن يرى بأنها شر على الناس في مجتمعه. يقول بونهوفر بأن تحرير الأحمق من عقدة السلطة والعناد هو السبيل الوحيد الذي يمكننا بواسطه أن نرتقي، لكن التحرر المقصود يجب أن يكون من خارج نفس الأحمق ومن ثم من داخله، أو التخلص منه من هذا الأحمق بشكل نهائي قبل أن يدمر المجتمع. وأنا الآن أعيد ما بدأت به بأن هذا الأحمق الذي يقف على رأس السلطة في المجتمع والدولة يقطع في مكان ما قد يؤدي إلى دمار نفسه ودمار المجتمع. وأعيد رسم هذه الأربعة الأربعة من مستوى ديكارت التي تتحدث عن الأشخاص الأذكياء، ما الذي يعملون به
يؤدون فائدة لغيرهم، يؤدون فائدة لأنفسهم. هناك أشخاص لا فائدة منهم، هناك أشخاص غير مؤثرين، هناك أشخاص حمقى يلحقون الضر بأنفسهم ويلحقون الأذى بغيرهم، وهناك عصابات ومجموعات الفساد التي لا تعمل إلا لنفسها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد وضحت نظرية بونهوفر في الحماقة التي تنطبق على كثير من المجتمعات. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفينا منها، وإلى لقاء آخر بإذن الله في مقطع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.